جزاكم الله بالخير يا جماعة. أنا بدش بالموضوع على طول. أنا طول عمري اللي عرفني من قريب أو من بعيد يدرون أن أنا ما أحب أتدخل في أمور شخصية أو أمور عائلية بين أي اثنين، سواء كان إخوان، واحد وزوجته، وهالأمور هذه كلها أنا ما أحب أتدخل في هالأمور. بس اليوم أنا لازم أتدخل، لأن أنا الوحيد اللي موجود بالموضوع هذا من A to Z، وراح اتحاسب عليه قدام الله سبحانه وتعالى. فأنا لازم أبرر ذمتي وأقول الكلام اللي لازم تسمعونه. من شهر 6 اللي طاف، من يوم كانت هند بالكويت وعلي بالعراق، زين، أنا كنت متواصل معاهم أول بأول، لأن على أساس أنا كنت أبي أجيب علي يوسف أول شيء الكويت، وكنا نبي نخلي الزواج يصير بالكويت، لكن ما صارت بظروف كورونا وبظروف ان المطارات مسكرة والداخلية كانت موقفة الفيز وهالامور هذه. فاقترحت عليهم انه يروحون برا يتزوجون وبعدها نصدق العقود كلها بالكويت. وبعد ما وصلوا تركيا كان المفروض ان انا اروح لهم، لكن ما قدرت، لان كانوا يحتاجون شخص يخلص لهم العقود ويصدقها بالكويت، وما كان احد يعرف بالموضوع غيري انا. فاضطريت ان انا اقعد بالكويت علشان اخلص لهم هالامور. وطول سفرتهم بتركيا انا كنت على تواصل معهم بالصوت والصوره، كانوا يدقون علي فيديو كول احيانا، كانوا يدقون علي مكالمه عاديه، وكنت على تواصل دائما معاهم. واول باول قاعد نخلص الاجراءات، لكن صارت امور بعدين بسبب كورونا، بعد ان السفاره سكرت، الوزارات هناك سكرت، تعطلوا وايد، اضطرت الناهية ترجع وهو يرجع ويخلصون الموضوع عن طريق العراق والكويت. والساكت عن الحق شيطان أخرس. وموضوع الفيلم اللي قالوا عنه، ترى ولا في فيلم ولا شيء. وهند عزيزة وغالية علي وعشرة عمر، وعلي يوسف همن عزيز وغالي وهو صديقي ترى، وما في بيننا أي خلاف أو أي شيء نهائيا، وأنا أحبهم اثنينهم. لكن أنا قدام رب العالمين أعرف قصة زين، وأعرف حقيقتها، وأعرف كل تفاصيلها. حبيت أنا أقولها لكم علشان أنا أبرر ذمتي قدام رب العالمين زين، وما يكون في شخص مظلوم سواء كان علي أو هند. يعني حتى لو هند كانت مسوية بعلي كذي، كنت راح أطلع بنفس الكلام أقول عن علي. يعني أنا قاعد أقول الحقيقة بس، أنا مو واقف مع أحد نهائيا. مثل ما قلت لكم، أنا كنت الوحيد اللي أعرف بأمور وايد ما حد يعرفها، والحين أنا قلت لكم حقيقة زواجهم من الآخر. هذا قدام عيني أنا صار، يعني مو هو كلام انقلوا لي، لا، أنا كنت عايش معاهم تقريبا في الاتصالات، بالأمور اللي كانت تصير بينهم العائلية اللي أنا ما أقدر أقولها يعني. إنزين، كانوا يتصلون علي يستشيروني، تصير امور وايد، اذا هو زعلان منها ولا هي زعلانه منه كانوا يدقون علي بالامانه. فحبيت اوصل لكم هالصوره علشان لا يكون في طرف مظلوم او ان في كلام غلط يطلع وتصدقونه من الاخر. هذه حقيقه الكلام كلها، ويعطيكم العافيه. واخيرا وليس اخرا، حطيت لكم العقد الزواج بين علي وهند زين، والوكاله اللي هو كان مسويها حق هند والمحاميين علشان نخلص تصديق الاوراق بالكويت. هذا اخر شيء احنا وصلنا له، لكن تاخر الموضوع من عندهم هم بالعراق زين. وبعدها الصراحه انا ما تابعت الموضوع، لكن انا لهني وهذا اللي انا وصلت له وبكل شيء انا عارفه.